موضوع الأول سنأخذ له عنوان أو ننطلق من عنوان انتقال الأستاذ خليل واستدعاء المتحدثين في مهرجان الجمعيات السياسية الجمعة الماضية واستدعاء المخطرين عن عدد من المسيرات والفعاليات. والعنوان الثاني إبرام السجناء، وإن شاء الله نقف مع اليوم التاسع أو هذه الأيام من ذي الحجة. في الموضوع الأول، في الأيام القليلة الماضية أخذنا خطوة أخرى أو أخذ النظام خطوة أخرى باعتقال من لا يمكن أن تدور حولهم الشبهة أو إمكانية التصديق من المتلقي في كونهم قاموا بعمل جنائي يعاقب عليه القانون. دعني أوضح الموضوع، هذا لم يبدأ مع خليل وإنما كان موجود سابقا ابتداء من اعتقال الرموز، ولكن الآن ننتقل خطوة إلى الأمام إلى ضرب العمل السياسي العلني. يتميز هذا العمل بانكشافه أمام المجتمع المحلي والإقليمي والدولي. أعود إلى تسلسل الموضوع. النقطة الأولى، عقلية القمع عقلية مريضة، تعبير شوفينية ساعات يسمونها، استبدادية، ديكتاتورية، تسلطية. هذه العقلية إذا حكمت بلد حكمت عليه بالخراب والدمار حتى وإن كان أغنى البلدان. النموذج الذي يحضر في أذهاننا جميعا لأننا عايشناه نموذج العراقي، ولكنه نماذج موجودة ربما في 22 بلد أو أقل شوي باختلاف درجات. العراق من أغنى بلدان العالم لما يتوفر فيه من ثروة النفط والغاز ومن ثروة على الأقل النفط ومن الثروة الطبيعية ومن الثروة البشرية. هؤلاء الناس أو أجداد هؤلاء هم من صنع الحضارة الإنسانية، ما حد نازعهم، يعني ما في أحد لا في أوروبا ولا في أمريكا ينازع 7000 سنة من الحضارة، 4000 سنة من الحضارة، ما حد ينازع بابل وأشور ووقع، ما حد ينازع، حتى الرومان وأثينا ما تنازعهم. في ثروة بشرية كبيرة على مر التاريخ ساهمت عقول أبناء العراق في الملامح التاريخية في الإنسان، يعني تطور الإنسان، القوانين، الزراعة، التمدن. هذه أمور صنعت أو ساهمت العراق في صناعتها للبشرية. عندما سادت عقلية القمع على هذا الشعب ممثلة في صدام حسين وطريقة في إدارة الأمور، أنه كل ما واجه تحدي بدل أن يلجأ إلى حوار مفاوضته وصول إلى اتفاق معه يعمل على استئصاله. يعني شلون شو اسمه قال إيه؟ أنا مو أقتل اللي يقوم بانقلاب، اللي يفكر يقوم بانقلاب. زين هذه شنو نتيجتها؟
نتيجتها نبدأ بالأحزاب، بالحزب الشيوعي، ببقايا نظام عبد الكريم قاسم. ثم اكتفى، راح إلى تيارات الإسلامية، راح للصدر، راح لحزب الدعوة، راح لكل من يتهم اتهام بحزب الدعوة، وشغل الإعدامات والمواجهات. الإغراء وين يصير؟ الإغراء يصير أنه يوصل إلى أزواج أبنائه، إلى أزواج أبنائه، ويقتل حسين كامل، ويقتل فلان، وإلى أخوه بالرضاعة، وإلى أخوانه، وإلى ما يتوقف القمع. القمع، عقلية القمع ما تتوقف، مع التحدي ما تتوقف، وتعيش في قيصر. كان الفكرة اللي استخدمها الجهاز الأمني مالته، ما في مؤامرة. القيصر إذا ما في مؤامرة بعقليته ما يرتاح، لازم في مؤامرة وتنكشف المؤامرة. فيجيبون ناس ما عندهم شيء، يلبسونهم مؤامرة وقتلونهم. تستمر عقلية القيصر الدموية التي تعيش الريبة وتعيش فكر القمع بالاستمرار في طحن الناس، في طحن الناس. هتلر عمل نفس الشيء، ستالين عمل نفس الشيء. احنا الآن النموذج القريب من عندنا هذا واحد من أبرز نماذج. لا هذا يستطيع يوقف موت القيصر والمشاكل التي تتحدى حكمه، ولا يوقف انهيار النظام العراقي وذهاب الرئيس العراقي إلى مقصلة الإعدام. هذا القمع الذي سحق مئات الآلاف وربما الملايين، غير الحرب، إذا فصلنا الحرب، الحرب والمخاطر ويعني مغامراتها وكذا، سحقت ملايين العراقيين، ولكن البطش الداخلي أيضا سحق مئات الآلاف إذا لم يصل إلى المليون أو يتعدى. ما استطاع أن يوقف المصير المحتوم لهذه العقلية، ما استطاع. فباختصار، إلى هذه العقول المريضة التي تفكر بعقلية القمع ويستدرجها القمع من خطوة إلى خطوة إلى خطوة إلى خطوة إلى خطوة، ما بتوقف، ما بتوقف المصير. سنأتي في الخاتمة نقولها من الآن، لن توقف سنة التاريخ ولن توقف سنة الله. نتيجة إلى عقلية القمع تنتج هذه الصورة، افتضاح هذه الأنظمة أمام العالم شيئا فشيء. بعض الأنظمة تحاول أن تقدم نفسها أن احنا بلد حريات، بلد في حقوق مرأة، بلد ينتمي إلى الحضارة الغربية، أو يريد أن ينتمي إلى الحضارة الغربية ويقيم علاقات إيجابية مع الأنظمة الغربية وتقاطع مصالح وكذا. عديد من الأنظمة لجأت إلى هذه الفكرة، وأحياناً تبحث عن مسوقات مرحلية إقليمية. النظام العراقي قال أنا لأوقف الثورة الإسلامية في إيران، بالإضافة أن أنا نظام ألماني وما شابه ذلك، ونظام متحرر، ونظام ضد الإسلاميين، ونظام ضد هاي. أنا بعد أستطيع مرحلياً أستطيع أن أوقف الثورة الإسلامية في إيران من التمدد. هذه الأنظمة مع استمرار القمع تفتضح. الغطاء اللي تحاول أن تغطي نفسها فيه وتعين سفيرة يهودية في واشنطن، تعين سفيرة مسيحية في بريطانيا، وتوظف كم امرأة في مجلس الشورى، وتخلي من غير ترشيح يعني تفوز بعد امرأة في مجلس النواب. هذا الكلام، الغطاء الهش غير الواقعي من محاولة التمدن أو تقديم صورة، هذا كله يزول مع القمع، ومع الاستمرار ينفضح، ينكشف. النتيجة الثانية، طبعا هذا الانكشاف
يعني يتحقق، بس عاد يعني يبقى شوية ضمير، شوية ضمير وشوية عيون. هني أريد أشير إلى الحالة العراقية أيضا. متى طلع النظام العراقي على حقيقته، أو فتحنا عيوننا وضميرنا على حقيقته نحن في الخليج؟ لما غزا الكويت. قبل ما احنا راضين، قبل ما احنا راضين، قبل نكتب في قصائد التمجيد، روحوا الكويت شوفوا شعراء الكويت ايش يقولون. لما دخل قصورهم اغتصب نسائهم، وهي نساء مسلمات وقصور عربية وجريمة. بس ليش عاد الحين بس تعمل؟ الحين طلع صدام حسين دكتاتور ويقتل، وجبتوا صور الانتفاضة الشعبانية، وجبتوا صور فلان، وجبتوا صور فلتان. صدام حسين صار له 35 سنة يقتل. هذه الناس من هالعقول، حتى وإن أدركت وبعضها لا يدرك، يعني ما علينا، ما تحاسب لها. يعني ما تقول متى بيشوفون بعض الناس نظام البحرين قمعي وديكتاتوري. هاي يحتاجون مرحلة، يمكن ما أدري تصير في الدنيا مع البعض، بعض الأحيان لازم يشوف في الآخرة. بس النتيجة الثانية ترسخ المقاومة الجماهيرية لسياسة القمع. يعني لما يكون في نظام مستعمر أو نظام ديكتاتوري، هو أما أن يدخل معركة على مستوى 10% من القمع، أو يدخل على معركة على مستوى 90% من القمع، النتيجة في غالب الأحيان مع وعي الشعب وإصراره تكون متساوية، تكون متساوية في نتيجة الرادعية، ما يرتدع الشعب من القمع. فالأساليب اللي استخدمها صدام حسين، قاموا النظام العراقي والشعب العراقي يطور أساليب موازية. نفس الشيء في مواجهة الاستعمار، في استعمار ألطف وفي استعمار يصير شديد وقبيح. نماذج الاستعمار الشديد والقبيح، الاستعمار الفرنسي في الجزائر، والاستعمار قبيح في كل مكان، ولكن درجة القبح. فشي يصير الشعب الجزائري يرتقي في المقاومة، النتيجة المعركة طول ينسحق الاستعمار في يوم من الأيام. ما في شيء متخلف عن هذا الموضوع، والمعركة قائمة لخصوصيات في فلسطين، وأيضا ستنتهي بهذه الطريقة. فالقمع يطور أدوات، الشعب يطور أدوات. الآن في هذا الزمن زادت الأمور سوء على الأنظمة لمجموعة متغيرات، نذكر منها ثلاث متغيرات. المتغير الأول، جدار الخوف الذي يصنع القمع ما عاد موجود. أنا كنت صغير، وأعتقد عدد كبير من يستمعني أيضا كان في مثل عمري، بس لما يقولون يعني مقتل الشهيد جميل العلي وكو طلعوا فيه آثار للمكوى على جسمه، وقتلوا مدري فلان في المنامة وفلتوه في الشارع، تشعر بخوف رعب، تشعر بخوف رعب، تقعد في بيتك. صغار، أنا عمره 13 سنة، أقل، ما عندنا ولا نفهم في هذه السوالف. ذاك مرحلة وزمن، هذاك مرحلة وزمن. اليوم بعد الثورات العربية وقبل الثورات العربية وصلها الموضوع، وإحنا البحرينيين قطعناه من زمان، على الأقل في انتفاضة 90 قطعناه 5 سنوات، 5 سنوات نواجه القمع والاستبداد في انتفاضة الكرامة بشكل مستمر. اليوم مع الشعوب العربية زدنا، كان في شوي حجرة باقية من الخوف دزيناها وخلصنا، ما في عاد رادعية القمع، ما موجودة. وقيمة القمع الكبرى في أنه يقمع واحد يردع الألف، ما عاد هاي موجود، هذا صار لغير صالح الأنظمة. الموضوع الثاني، وجود وسائل التواصل الاجتماعي. وجود وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي يعني احتكار المعرفة ما هو عاد على النظام، وخلايا النظام التي تشيع ما تريد، والبقية فقط متلقي ومستمع.
لا هم يسوون الشغلة في النهار يريدون يحققوا منها بعض المكاسب النفسية، يستلمونهم الشباب في الانترنت في تويتر من النهار ما تجي الليل إلا قلبوا الموضوع فوق تحت على النظام. وهذا قاعد يصير، قاعد نخوض معارك يومية، معارك نفسية، معارك في حكم يصدر، حكم تشفي، ما في ما في ما في ما في معايير في الدنيا كلها، ما في معايير في الدنيا كلها، مؤبد. ولا لو تعال المؤبد القاضي ما عرف يقرأ لن كتب، لا فوق المؤبد 10 سنوات يعني 35 سنة، ويستلم كل الانترنت ويحولها من تحدي إلى فكاهة إلى نكتة إلى شسمة إلى مسخرة فيك، ويبدأ حياته في اليوم الثاني يقاومك. 35 سنة لازم تخوف، مو 35 سنة تثير التحدي وتثير المسخرة عليك. خوف ساقط وسائل التواصل الاجتماعي وقدرة الناس، أول ما في أول تنتظر تطلع الصور في جريدة تطبع بالأسود والأبيض، ذاك اليوم حطون عليها لون أحمر تطلع مدغبشة حتى تأخذ الخبر، وهي فقط، وكل الناس تروح تقرأ الجريدة ذاك اليوم يوم شو اسمه، ما عاد هاي شو اسمه ولا حد يسمع لك ولا شيء، يروحون يشوفون وش قالوا المواقع الإلكترونية اللي هم يحترمونها، تغريدات اللي هم يحترمونها. الأمر الآخر نمو المؤسسات ودور المجتمع الدولي شيء فشيء، وأصبح يتعاظم هذا الدور مع الأيام، بمعنى أنه والله مو بس تقول في سيادة الدولة وهذا عنوان لا زال فاعل وقوي، بس سيادة الدولة لها حدود أمام انتهاكات حقوق الإنسان وأمام الجرائم ضد الإنسانية، والمجتمع الدولي يقتحم حدود وأسوار السيادة الوطنية وسيادة الدولة. سيادة الدولة هي فكرة مؤسسة الأمم المتحدة، بس مع مؤسسة الأمم المتحدة جاء ميثاق الأمم المتحدة، وبعدين جت المواثيق الدولية واحد تلو الآخر، إلى اليوم تطلع، إلى قبل أسبوع بس في عنوان في الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهذا مستمر. هذا شو؟ هذا يقلص مساحة حركة الدولة في القمع الداخلي، وهذه لن تقف. وهذه البيانات اللي تصدر الآن على البحرين، نظام البحرين اللي تصدر عليه والكذا، هي من نمو هذا البعد، نموه أكثر فأكثر، كل هذه تصب لصالح الشعوب وليست لصالح الأنظمة. سلسلة القمع في البحرين طويلة، تبدأ من 16 مارس بإعلان الأحكام العرفية واعتقال الرموز السياسية أستاذ عبد الوهاب، أستاذ حسن، عبد الهادي، والدكتور السنجيس، والعدد كبير من الأحبة والإخوة. هؤلاء يشكلون ضمير هذا الشعب، عندهم مطلب متقدم وهو التغير من النظام الملكي القائم إلى النظام الجمهوري، وعندهم أنصار وعندهم محبين، وتعالوا في هذه الضربة من ضمن عناصر متعددة، من ضمن الفصل ومن ضمن حاصرة القرى ومن ضمن القتل ومن ضمن التعذيب ومن ضمن المحاكم العسكرية ومن ضمن كذا، اعتقال الرموز في هاي المجموعة وفي هذه الحزمة، في هذه الحزمة. قبل يعني استمرت قبل سنة تقريبا أو 9 أشهر، دخلنا أيضا مرحلة متميزة أكثر فيها تميز، مداهمة البيوت واعتقال كل الأسماء الواردة في اعترافات، واردة في معلومات المخامرات، واردة في اعتقل 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 اعتقل، زيد الأحكام. يجينا لحفلة المجلس وطلعوا 22 توصية، اللي كل توصية تقول دكتاتورية استبداد، دكتاتورية استبداد، دكتاتورية استبداد، يدركون ما يدركون، ولكن العالم قراها هكذا، دكتاتورية استبداد. الآن تبدو معالم مرحلة
جديدة أو مرحلة إضافية في القمع، الاستدراج اللي تكلمنا عنه، فكرة الاستدراج. نروح إلى هاي السياسيين اللي ما عندهم شبهة عنف، اللي يمارسون عمل سياسي العالم كله ينظر إليه ويتعامل معه بتقدير واحترام، اللي يطالبون بالديمقراطية، اللي يطالبون بالملكية الدستورية. وبدي تقل خليل، بعد خليل مهرجان الأخير استدعي من استدعي شو اسمه كل الناس اللي تكلموا في المهرجان الأخير، فضل عباس، عريف الحفل، الشاعر سيد هادي، باقي شوية اللي يحطون الكراسي، ومو مزحة، لا، مع هذا الاستدعاء جاء استدعاء إلى كل، مو إلى كل، إلى عدد من الناس اللي قدموا اختارات عن مسيرات سابقة. أمس كان المفروض يروحون المحكمة، راحوا المحكمة، القاضي ما جاء، مدري وكيل النيابة ما جاء، مدري شنو ما جاء، وقال لهم روحوا بعدين نشوف. شو يعني نتيجة هذا أي استدراج؟ العقلية الأمنية تستدرج، تنتقل من خطوة إلى خطوة. شو النتيجة إلى كل ما حدث حتى الآن؟ النتيجة الشعبية كانت في مسيرة 27 بعد اعتقال خليل. وش كانت النتيجة؟ إصرار وصمود الشعب وقرار بالمضي لا يتزحزح ولا يتراجع مقدار ذرة. وهذا معنى المسيرة، وهذا واحد من معنى المسيرة. نتيجة ثانية، أن وجه النظام يزداد كحالة وسواد في نظر المجتمع الدولي. كل يوم عليك قرار، كل يوم عليك وصمة في العالم، وتكاد الآن يصبح شيء فشيء يترسخ هذا العنوان، أن النظام في البحرين يقترب من هذه الدائرة، نظام مارق على الإرادة، إرادة المجتمع الدولي على الأقل حقوقيا. هذا تقريبا الآن تلبس. ما في نظام طلع عليه تقارير قد هالنظام في سنتين ونص. يمكن سوريا، وإحنا نعرف موازين واللعبة في سوريا، بعدين يمكن البحرين، أو يمكن البحرين أكثر من سوريا. آلاف التقارير، آلاف التقارير صارت. هذا يثبت هالمعنى، يعني نقترب من نظام مارق على الإرادة، وهذا إليه تبعات. اللي يقمع هني وقاعد يعذب هالأولاد ويعذب الناس ويعتقل الناس الأبرياء وكذا، ما يدرك، أو يدرك أو ما يدرك، أن هذا إليه تبعات في المجتمع الدولي وإلى نتائج وقرارات جاية، بس تنتج تراكميا. مواجهة هذه الحملة في المقابل على أن مواجهة هذه الحملة بالاستمرار في الثورة. غاب خليل، غاب شيخ علي، غاب فاضل عباس، غاب أستاذ عبد الوهاب قبل. إحنا شعب، إحنا مو تنظيم. ثورة مو تنظيم، ثورة شعب. تنظيم تأخذ تحطه في المعتقل وتقول أنا جودت هذا الليل، انتهى الموضوع. شعب لازم تجود الشعب كله، والحين أنا جاي من هي، هذه المحاولة تفشل. أطلع من البيت على اليسار خرسانة مسددة، فتحة فتحتين ثلاث، خرسانة مصد إلى قوات القمع لما تجي وقوات الأمن حتى تتواجه مع الشباب في كل ليلة. أمشي شوي أطلع على الشارع أسلاك شائكة حتى تحجز ناس يوصلون، وخرسانة بس، وأنا جاي من البيت إلى هني. شنك في الحرب العالمية الثانية أو في حرب ماشي وتتمدد هذا القمع، هذا وسائل القمع. كل يوم تشوف زايد حبل أو أسلاك شائكة، ما توقف الأسلاك الشائكة الثورة، تخلق مواجهة بس ما توقف الثورة، ولن توقف الثورة، لن توقف الثورة.
بس أي واحد يجي اليوم ما يحتاج يشوف المسيرة، أي واحد يجي اليوم يشوف هذه الأسلاك الشائكة الموجودة وهذه الخرسانات الموجودة وهذا الموجود، ما في نموذج من هالقبيل، ما في يبدو، ما في إلا في فلسطين، وهني في حرب أهلية في سوريا ولا ظروفها، ونأمل أن ما في بلد آخر يمتد إلى هذا الوضع. مواجهة هذه الحملة القمعية المتصاعدة بالاستمرار والتمسك بالثورة، التمسك بالسلمية، التمسك بالسلمية، الخيار الذي نراه أفضل وينتج ويقلل الخسائر ويوصل إلى نفس النتائج أو أفضل، هو الخيار السلمي، تمسك بالإطار السلمي. الاستمرار مع التمسك بالإطار السلمي يحتاج إلى شجاعة، شجاعة موجودة في شعب البحرين، موجودة في شباب البحرين، موجودة في قوى السياسية في البحرين. النقطة الثالثة الاستعداد الفردي والاستعداد الجماعي إلى عنوان السجن والاعتقال وسائر وسائل العقاب. يعني اسقط التأكيد على اسقاط الخوف وانهاء، والاستمرار في الآن 3000 قرابة 3000 معتقل، وهذا كل ناس مستمرة، بتسويهم 6000 راح نستمر، تسويهم 10000 راح نستمر. ما نبى يحكمنا دكتاتورية، خلاص ما نبى، لا نريد أن نحكم بدون أن يكون لنا إرادة حقيقية في طريقة حكمنا. ما بنسكت، ما بنسكت، بنتمرد، بنستمر في ثورتنا، كل العالم بنقاوم مقاومة مدنية سلمية، بنستمر. شعب ما تقدر تحصره، شعب ما تقدر تحصر وسائل مقاومته. في 250 وسيلة نسويها 300، ناس صافرة، ناس دقدقوا على قدور، ناس طلعوا يوقفون يقرون، ناس طلعوا، ما تنتهي المقاومة المدنية، ما تنتهي. وهني أقول إلى النظام، إيه إحنا لم نستنفذ وسائلنا، واجد من وسائلنا لم ندخل فيها في الساحة، لأننا نخوض معركة طويلة، والمعركة الطويلة تحتاج ادخار بعض الوسائل إلى مراحل من هذه المعركة. بعد في هذا الشعب، وأنا أتكلم عن اسمي ولا أتكلم عن الوفاق، أتكلم عن شعب، بعد هذا الشعب لم يستنفذ كثير من وسائله في المقاومة المدنية السلمية، لا تتهم أحد ولا شيء، مقاومة مدنية سلمية بعد ما استنفذ فيها، وبعد عنده وبعد عنده وبعد عنده. تشجيع المزيد من الاستعداد إلى الاعتقاد، فكرة غاندي وفكرة كثير من الناس، هم قالوا خلاص يعني تبون شيء اسمه افتحوا السجون، احنا مستعدين ندخل السجون. استعداد مزيد أو الدفع مزيد من الطاقات الشبابية للتقدم إلى الصفوف الأمامية، عبرت عن هذا المعنى من قبل، أعيد التعبير عنه. كنا مسؤولين عن الثورة، الثورة ليست مسؤولية شخص، ليست مسؤولية فصيل سياسي، كنا مسؤولين عن الثورة، كنا صنعناها وكنا سبب استمرارها، وكنا نتحمل وصولها إلى نتيجتها النهائية. طبعا كل واحد عنده إمكانيات مختلفة، كل واحد عليه مسؤوليات مختلفة، بس هو تحدي النظام بسيط ترى. أنا أعترض، أنا أعترض وأخبر اعتراضي إلى العالم، أنا أرفض إقرار هذا الطبيعة من النظام وأعلن ذلك إلى العالم. هاي الفكرة، ما بتحصل من عندي موافقة طوعية على وجودك، أنت تصير مغتصب، تصير مضطهد، أنت ما تصير حكومة كذي، لا حكومة مضطهدة كذي تترسخ، لما تقتلني تصير قاتل،
لما تسجنني تصير سجان، لما تحرمني من حرية التعبير تصير قامع لحرية التعبير، انت كذي تصير. انا المضطهد المظلوم السلمي، انت صورت تطلع كذي، انا استمر انت صورت كذي، ما تقدر تطلع غير هاي الحقيقة. تصير الحكومة شو الحكومة؟ الحكومة ناس تروح تحط أوراق في صناديق تطلع لحكومتها، مو الحكومة تقتل الناس، تصير قتالة، تصير سجانة. هذا المعنى، وهذا يحقق عنوان الاستمرار مع الظلم مع الاضطهاد مع النتائج الأولية إلى هذه السياسة اقتناع المزيد من الداخل والإقليم والمجتمع الدولي وهو الأهم بسلطوية النظام ودكتاتوريته وبضرورة التغيير السياسي لصالح الديمقراطية والمطالب الشعبية. مؤشرات ذلك كثيرة من البيانات التي لا تتوقف عن الصدور ذات الطابع الحقوقي والسياسي إلى حديث مثل حديث الرئيس أوباما وما يدور في الكواليس الداخلية أكثر فأكثر. اليوم نحن نتحرك على موضوع خليل ضمن مواضيع عديدة في الدنيا كلها، كل من نلتقي فيه حول العالم يزداد موقف صلابة وشراسة تجاه هذا النظام. ما نبى نخسر لا خليل ولا غير خليل، لكن من تعتقل مثل خليل يقول هاي شنو هذا؟ يعتقل السياسيين، يقمع السياسيين، يعني دكتاتوري. كان يحاول يقول لنا في متمردين في إرهابيين وفي كذا، هذا كذاب. هيك هذا اللي يدور عند البرلمانيين ومراكز الدراسات وكثير من الدول في إدارات الدول، إلا أخذ قرار خليل، هاي اللي قاعد يصير. هذا اللي يثبت باعتقال 3000، لأن نموذج خليل نموذج متقدم يثبت بنموذج واحد أكثر. الآن اعتقل فاضل عباس وسيد هادي استدعيتهم. الاستمرار في هذه الصورة والمعادلة سيعري النظام أمام حلفائه وأصدقائه قبل التقليديين قبل غيرهم، سيدفعهم مضطرين إلى العمل على التغيير، سيدفعهم مضطرين للعمل على التغيير، أنك ما تترك لي مجال. أقول عبارة قالها أحد يعني رؤساء الدول الكبار، إذا ما تساعد روحك ما نقدر نساعدك، ساعد روحك بالإصلاح، إذا رحت بالاتجاه الآخر الزمن في هذه المعادلة، الزمن يصب لصالح المطالب الشعبية بالتغيير الديمقراطي والمساواة والتغيير الجذري، وهذه سنة التاريخ وسنة الله قبل ذلك. ما احنا قلقين من الزمن، ونتعب نتأذى، احنا كل يوم نتأذى، كل يوم نتأذى، جراح مفتوحة، جراح مفتوحة من 16 مارس احنا نتأذى، لكن هذا الأذى لن يوقف انطلاقتنا ولن يوقف، بالعكس والله لم يعني رحت الحين أزور بعض الأسر، هذا حجي عنده 9 من أبناء معتقلين، 4 أبناء و5 أحفاد، والبقية اعتقلوهم فترة واطلقوا سراحهم، يعني ما في الأسرة كلها معتقلة أبد، عمره 80 سنة، يقول نصبر ونمشي، والأم نفس الشيء، تروح أسرة وإيش تقول؟ يعني اللي يجري على أسرة واحدة دور إلى شعب حتى تطلع من عندها، أسرة واحدة فيها البد معتقلين، فيها يعني يتهمون بعض الأفراد هذه الأسرة، يقول لا أنت عليك تهمة مواجهة أو الاعتداء على دورية،
في التاريخ الفلاني سنة 2013، هو معتقل من عندهم في سنة 2012، عمره 10 سنوات، طفل من عندهم عمره 10 سنوات، اعتقلوا ودوه الأحداث كم يوم، ما أدري كم يوم، ما سألتهم من كثر المصائب تسأل عن وين، يعني وقت لحق تأخذ تفاصيل مال كل شيء. 10 سنوات قالوا بيتنا داهموه 70-80 مرة، مو قليل، ممكن أزيد، أنا كتبت 70. شو بيت الدهمة 80 مرة؟ والمداهمة يعني كسر الأبواب بحجة أنه يبقى مطلوبين داخل البيت، أو بحجة الإرهاب أو بأي شيء. 70 مرة بيت واحد، 70 مرة، 70. وفي هالسبعين يقول حرقوا البيت مرتين. يقول لي يعني من مسيل الدموع؟ قال لا، مو من مسيل الدموع. وتعال لتفاصيلها الثمانية اللي كسروا عيونه، واللي بطوا عيونه، ولا سدوا عيونه، ولا كسروا ايده، ولا كسروا شو اسمه. زين هذا تبغى يتراجع؟ ما يتراجع، ما يتراجع، ما تشوف عنده انكسار ولا تراجع ولا. والبيوت الثانية نفس الطريقة. الزمن يصب لصالح المطالبين بالديمقراطية والتغيير الجذري، وهذه سنة التاريخ وسنة الله في الأرض. زين التغييرات الإقليمية، حط على التغييرات الإقليمية ليست لصالح الاستبداد. في المعركة القائمة في البحرين بين النظام وبين الشعب، التغييرات الإقليمية لصالح الشعب. وإيش ما يصير في مصر مو ضدنا، ما حدث في العراق مو ضدنا، أي ما سيكون ما يحدث في سوريا لن يكون ضد مطالبنا. هاي موجة جاية تسوي كذي، تسوي كذي، تسوي كذي، بس هي جاية وتوصل إلى مطالبنا الساحل، توصل الموجة ما توقف، مهما حطيت من سدود ما توقف. المطلوب منا التوكل على الله سبحانه وتعالى، والاستمرار والاستعداد للعطاء والبذل والتضحية من أجل حريتنا وكرامتنا وإنسانيتنا، وأمن واستقرار هذا البلد، وأمن واستقرار أبنائه جميعا. بذل ما في وسعنا من التخطيط والعمل، وبعد ذلك وما النصر إلا من عند الله. أنظمة شرسة بين عشية وضحاها، ربك يقول انتهى. مو أنظمة هشة كذي خرط، أنظمة عندها يعني سمى قوة عظمى في الشرق الأوسط. شيل اركب طيارتك والله راح يسحقونك الجماهير، يشرد شاه ايران، اشرد. والاشكال اللي حطها مكانه المسح، وبعدين يتباهى صدام حسين بعدد قواته، والبيض في جنوب افريقيا عندهم 5 جيش في العالم. كل معارك مختلفه بادوات مختلفه بوسائل مختلفه بعبر مختلفه، كلها تقول هذا كله ينمسح بين لحظه وضحاها. زين أحبائي، في إضراب نحتاج نعطي شوية وقت، لكن ما يجوز آخر بعد. هذا الإضراب الآن قائم، الناس تضرب في السجون في البحرين، يعانون من هاي الأشياء، لذلك يضربون. 1، التعرض إلى الضرب والتعذيب بين حين وآخر. 2، سوء المعاملة والإهانة، سب المذهب وما شابه ذلك وكذا بشكل دائم. الحرمان من التكييف، يتعطل المكيف، يعطلون المكيف خلوهم 3 أسابيع شهر من غير، تعرف صيف البحرين وايش اسمه. عدم احيانا تزويدهم بوسائل النظافه، وعدم حصولهم الى دورات المياه بسهوله وما شابه ذلك. الحرمان من العلاج، جريمه، عندهم ناس مصابين، اعتقلوا مصابين لحد الان من غير
علاج. محمد سهوان نموذج، سيد ماهر نموذج، نفيسة العصفور أيضا في مخاطر تعرضها إلى السرطان، أستاذ حسن نموذج، وناس تمرض في السجن، موجود 3000 معتقل يمرضون، ما حد يجيب لهم، لما يدقون السجناء على الباب وتنشأ مشكلة بينهم وبين شو اسمه، حتى يودون واحد يعطونا أنسلين أو مورفين أو ما شابه ذلك حتى يتعالج. ناس مرضى سكلر وناس مرضى سكري وناس مرضى وجع، حرمان من العلاج وتعمد حرمانهم من العلاج. الآن إذا واحد ولد أخوه معتقل حكموه 5 سنوات على حارق تاير، يقولون حارق تاير، راح أبوه يبقى زيارة، قال له عقب شهرين في ديسمبر، قال هاي هذا بعد صاحب نكتة، قال له في ديسمبر بتهدونه، قال له لا تجي الزورة، قال حين من الحين لديسمبر أجي الزورة ليش كذي؟ قال في ناس واجد، قال له في ناس واجد تهدوهم، لا ليش مهدين ما أرتر، في ناس واجد مهدين روحكم مهدين نهدوهم، وطبيعته يعني حرمانا من الزيارات المدة الطويلة، تضيق عليهم في الاتصال، في مدد الاتصال، وعلى هالأساس استعبد الوهاب ما يتصل، واحد واقف تحته يسوي ليه كذي، أنت تراقب من الغرفة الثانية، أنت تراقب التلفون، بعد ليش تستفز واقف تحته، أنت تراقب التلفون من داخل تسمع، بس عادية. وضع الحواجز بينهم وبين أهاليهم، جابوا حواجز وحطوها بينهم بحيث أن الاتصال بينهم وبين أهاليهم يكون غير موجود، وبالتالي الأهالي والسجناء متضايقين من هذا المعنى. تفتيش مهين قبل الزيارة وبعد الزيارة، وعدد من الناس يقول ما نجي الزيارة، تعرفوا الرموز مروا بهذا، تفتيش ذاتي يعني عرونا حتى يطلع يشوف أهله، ما ما يشوف أهله. مضايقة الأهالي عند الزيارة و هذه الأشياء تدفع الناس بين حين وآخر إلى إضرابات. ما في إضراب من الإضرابات إلا إضراب الأستاذ عبد الهادي الله يفرج عنه، قال أما تفرجون عني أو بواصل الإضراب. كل الإضرابات البقية شنو؟ تحسين أوضاع. هاي الأوضاع اللي ذكرتها، نبى نروح الحمام، عنابر تكون مفتوحة، نبى نصلي جماعة، ويوم المناسبة احنا شيء عملتم، يقعدون كم واحد 10 في الزنزانة يلطمون، هاي القصص يعني. ويجيبوا لنا يعني اللي يبون يشربون جقائر تهريب في السجن، اللي يبون يشرب جقائر يشرب جقائر، ولا الكانتين موجود، هاي القصص بسيطة. اهدوا هذه المعادلة انتهي بها. تكثر الاضرابات، اكثر اضرابات في العالم في سجنين، في سجون نظامين، راجعوهم تعالوا، في الكيان الصهيوني وفي البحرين، ويكفي هذه المعادلة. أكثر ناس تسوي إضرابات من السجناء في البحرين وفي الكيان الصهيوني. 9 من ذي الحجة، ومنذ الأول من ذي الحجة هذه أيام مخصصة إلى العبادة، فيها فضل عظيم وفيها أعمال مذكورة في كتب الزيارات. موفق من شد رحله للحج وقصد بيت الله سبحانه وتعالى، فيعيش هذه الأجواء من خلال عملية السفر ووجوده في هذه الأماكن الطاهرة ووجود الحجاج من حوله والأعمال التي يلتزمون فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق، قبول العمل، السلامة، وأن يرجعون مغفورية بإذن الله تعالى. ومن شد رحله أيضا إلى الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أو الإمام الرضا أو غيره من الأماكن المقدسة، أيضا الحمد لله هذه الأماكن أصبحت ملتفتة إلى هذه الأيام وتقيم إحياءات خاصة في هذه المناسبات، وبالخصوص في اليوم 9 من ذي الحجة. 9 من ذي الحجة اللي قد يكون بحسب التقويم الاعتماد دخول الشهر، أنا لست من المتابعين كنت، ولكن الآن أسأل، يبدو أنه سيكون يوم 3 بالنسبة إلى غالبية البحرينيين حسب مقلدينهم. 9 من ذي الحجة
هو صنو ليلة القدر بنفس تقريبا الفضل. ليلة القدر لها خصوصيتها، ولكن من نجي إلى عتق الرقاب من النار نشوف هذا يوم يقول الله سبحانه وتعالى، تقرير الأعمال أيضا هذا يوم يقرر السنة الماضية، مو السنة الماضية، يقرر ما مضى ويقرر ما يأتي. شو يقرر ما مضى؟ يقرر ما مضى هذا لحظات الدعاء ولحظات الدعاء المأمور فيها بالدعاء ولحظات الاستجابة، ما يؤمر بالدعاء وسد دونه. إذا قال لك ادعو في ليلة القدر أو تعال في ليلة القدر أو سوي كذي في ليلة القدر أو سوي كذي في عرفة، ما يقول لك وسد عيونه سد دونه. الله مو بخيل ولا شو اسمه. وش تسوي في يوم التاسع؟ في يوم التاسع علي 40 سنة آثام، يوم التاسع وقتها، يوم التاسع بالنية الصادقة أن أمحو آثام 40 سنة، أن أمحو زلات 40 سنة. وهي الدعوة، هاي معنى الدعوة، تعال صف قدمك. هناك صفوا قدمهم على عرفة، الحاج عرفة، الحاج أكثر من عرفة، ولكن حتى يركز هذا المعنى شو نسوي في عرفة؟ لكن حب هناك عرفة يقعدوا يستقبلون من هذه الأماكن المحددة للوقوف، يستقبلون وجه الله وينشرون كفوفهم ووجوههم حتى تغيب الشمس يرجون. وإذا دخلتون إلى معالي دعاء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، هاي الحالة، وقف صف رجوله وأخذ، هو محتاج، ومحتاج إلى الذنب، التخلص من الذنب، محتاج للكمال، ويبكي ويبكون معه صحبة. احنا ما وفقنا، ما موفقين الى الحج، ولكن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، والدعوة عامة، ويقول لكم في اليوم التاسع منذ الزوال انا اليوم فتحت ابواب المغفرة والرحمة، يلا يلا يا عبادي تعالوا، كل من عليه شيء خليه يتخلص منه ويصفي هذا اليوم. وهنا ايضا بالاضافة الى ليلة القدر، قدر المستقبل، قدر المستقبل، أتوب مما مضى وأعاهد الله فيما يأتي أن ألتزم بحدوده، المعايير، الحدود، الضوابط التي وضعها الله سبحانه وتعالى أنا ملتزم فيها. هذا يوم أؤكد فيه هذا العزم، وهو جزء من متطلبات التوبة وجزء من متطلبات المغفرة والحصول على الجائزة، حصول على جائزة العتق من النار يعني دخول الجنة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويوفقنا أيها الأحبة إلى الإحياء جماعة، وهذه ظاهرة الإحياء الجماعي ظاهرة زينة حتى تحفز، أو الإحياء الفردي إذا يشعر الإنسان بالحاجة أنه يخلص أكثر لله سبحانه وتعالى، لكن لا يوسوس الشيطان ويفوت يوم التاسع من ذي الحجة والإنسان يعتبر يوم عادي من هذه الأيام فيفوت عليه أهم واحد من أهم الأيام في السنة. صلى الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.